معنا مشاهدينا عبر سكايب من الضفة الغربية الصحفي الفلسطيني محمد الكيك، مرحبا بك. إذا ضحايا بالعشرات في فعاليات مسيرة العودة اليوم تزامنا مع حملات اعتقال في الضفة الغربية، كيف ترى سيد محمد تزايد الانتهاكات الصهيونية في المدة الأخيرة وإلى ما ترجعها؟ نعم، في حقيقة الأمر الذي يحدث الآن من قبل قوات الاحتلال هو خارج حدود السيطرة الأمنية الميدانية. كانت قوات الاحتلال تحاول قدر المستطاع أن تبعد عن نعم جماعية ضد الفلسطينيين. الآن بهذه الإجراءات من إغلاقات، من قتل مباشر للأطفال، للنساء، من حالة الاعتقال الجماعي، هذا يعني أن الإسرائيلي الذي كان يحاول منذ عدة سنوات أن يقضي فقط على التعامل مع المقاوم نفسه ومحيطه القريب قد فشلت هذه النظرية، وبات الآن يتخبط في تعامله مع الفلسطيني في كل مكان سواء في غزة أو في الضفة الغربية. هذا يعني أننا أمام مرحلة جديدة ستكون الحماقات الإسرائيلية فيها أكثر وأوسع، ما يدل على أن المرحلة المقبلة لا شك ستكون وستحوي مزيد من تدهور الأوضاع. نعم، طيب الجديد في هذا المشهد أن الضفة الغربية انتفضت، ما تفسيرك بهذه الانتفاضة الآن على الرغم من القبضة الأمنية على أهالي الضفة؟ لا يوجد في تاريخ الشعوب ما يمنع أن تغضب في أي لحظة وفي أي تاريخ وفي أي مكان وفي أي زمان، هذا ما سجلته ثقافات الثورات العالم. الآن جمعت عدة نقاط لتكون هناك اشتعال لهذه العمليات ضد الاحتلال. أولا، الاحتلال الإسرائيلي صعد بشكل كبير جدا من اعتداءاته على الفلسطينيين من خلال توسيع الاستيطان، زيادة الحواجز العسكرية، منع الدخول والصلاة للمسجد الأقصى المبارك من على المسيحيين والمسلمين وحصره فقط في المستوطنين، أيضا هدر حقوق الفلسطينيين بشكل كبير جدا من خلال قانون العنصرية الإسرائيلي القومي الذي يعني أن إسرائيل يهودية الدولة يجب الاعتراف فيها سيتم أخذ هذه الجنسية. النقطة الأخرى، إطار وحنق قطاع غزة، إضافة لذلك الأفق السياسي المعدوم وأوسلو والتفتية التي فشلت على وقع انتهاكات الاحتلال، كل هذه الإجراءات جعلت من الفلسطيني يجدد طلبه ويجدد رفضه لهذا الذل، وأنه ضمن ثورته المستمرة تمر عليه حالة تصعيد كبيرة وحالة هدوء وغيرها، إلا أنه في إطار مواجهة مستمرة منذ أن وجد هذا الاحتلال. لذلك بين الفين والأخرى نجد أن تصعيد سيد الموقف يحدث قليلا، ولكنه في طبيعته هي مقاومة بكل أشكالها. الفلسطيني يريد حقوقه سواء بكل أعمال المقاومة التي تتبعها القانون الدولي أو في إرادة حتى الصامتة، أي أنه يرتب الاستسلام. طيب، يعني هناك انباء عن اقتحام جيش الاحتلال لمدينة البيرة، هل من معلومات عن هذا الاقتحام وما أسفر عنه؟ نعم، هذا اليوم كان يوما دمويا بامتياز. الاحتلال الإسرائيلي اليوم أفرغ غضبه على الفلسطينيين من خلال الرصاص الحي المباشر وقنابل الغاز والرصاص المعدني، زيادة الحواجز العسكرية حول رام الله والحصار الخانق حول البيرة المجاورة لها، ايضا اقتحام القوات الخاصه للمنطقه. هذا جاء بعد ساعات الصباح الاولى حينما تمكن احد الفلسطينيين من ردع الاحتلال مره اخرى باقتحامه لبرجا عسكريا في الحصن المقامه على روابط الفلسطينيين شمال رام الله، وهي ما تعرف ببيت ال. هذه العمليه ادت الى اصابه الجندي الذي كان يتمركز في البرج العسكري الى اصابه او دفع في الموت السرير. الان الاحتلال انتشر في داخل المناطق التي يقول انها تحت السياده الفلسطينيه على مقربه عشرات الامتار فقط من منزل رئيس السلطه محمود عباس. قامت هذه القوات باقتحام واعتقال واطلاق النار، ادى هذا الى اقتحام احد الشبان في مخيم الجرزون المجاور، وايضا الى اصابه اكثر من 100 من الفلسطينيين بالتزامن مع مسيرات فاسده انطلقت في انحاء الضفه الغربيه تنديدا بهذه الممارسات الاسرائيليه وتأييدا للمقاومه ونعيا لشهداء
المقاومة التي نسقته خلال الأيام الماضية. نعم، كما تفضلت، هذه المسيرات لم تتوقف في مدن فلسطين احتفالا واحتفاء بالذكرى 31 لتأسيس حركة حماس. ما الرسالة التي يريد الشعب الفلسطيني من احتفاء بتأسيس الحركة برأيك وسط هذه الانتهاكات التي يتعرض لها يوميا؟ هذا الأمل، هذا الأمل للشعب الفلسطيني، هو يحتفل بأمله. الشعب الفلسطيني 70 عاما وهو يتعرض للاحتلال، عندما يرى صاروخا للمقاومة يدك تل أبيب ويدك صفد وحيفا ويافا، هذا أمله. عندما يرى حركة مقاومة تقوم بأسر الجنود من أجل تبادل الأسرى ومن أجل إخراج 5400 أسير من سجون الاحتلال، منهم من أمضى 39 عام كما هو عميد الأحرار في العالم كله نائل البرغوثي الذي بالمناسبة كان ابن صفيقه الشهيد صالح البرغوثي بمناسبة عملية أخرى قبل يومين شهيدا. هذا الأمل للفلسطينيين في هذه الحركة، من الطبيعي أن يفرحوا وينزلوا بعشرات الآلاف في الشوارع يحتفوا بهذه الذكرى لهذه الحركة المقاومة وباقي حركات المقاومة. لذلك طبيعي جدا أن نرى من كان ترن عينه ليرى صاروخ المقاومة أو يرى طائرة بدون طيار أو ضفادع بشرية أو حتى عملية نوعية أن يحتفل بهذه الاحتفالية بحركة يراها مستقبلا تحرريا من هذا الاحتلال والعنصرية. إذن إلى أي مدى ترى أن هذا الحراك الشعبي المؤيد للمقاومة يمكن أن يوقف الحراك الأمريكي والإقليمي لتمرير ما يسمى بصفقة القرن وسط حديث صابع العلاقات أن 70% من الصفقة قد نفذ؟ مما لا شك فيه أن صفقة القرن قد داستها أقدام الفلسطينيين في الشوارع. نحن نتحدث عن وترين، الوتر الأول الإقليمي، الآن هناك أزمة دبلوماسية إقليمية لعراب صفقة القرن وهذه نقطة خطيرة، وبالتالي ستكون تنعكس بضعف على هذه الصفقة التي يريدها ترامب ونتنياهو على حساب العرب. ثانيا على مستوى الاثنين طبعا نظرية التطبيع التي كان يروج لها نتنياهو بأن العرب يطبعون معي وها أنتم أيها الفلسطينيون بقيتم وحدكم في الميدان لا تطبعون، هذه الأيام رد الفلسطينيون عليه قالوا له لو كل العرب طبعوا معك إن في أرضنا باقون، ما بقي الزعتر والزيتون، إن للقدس باقون، كفلسطينيين سنبقى ندافع عن حقوقنا. هذا سيربك صفقة القرن. على الصعيد الداخلي الفلسطيني لا يوجد من سيقدم ورقة وسقف غفران لصفقة القرن نظرا لعدم وجود أي من الفصائل المقاومة في واجهة صفقة القرن لأنهم يرفضونها. أيضا السلطة الفلسطينية ضعيفة خاصة أنها تعتمد بالمال على المجتمع الدولي، غير أنها لا تعتمد بالجماهيرية على هذا الصمود، لأن الجماهيرية للمقاومة والشعب يقول كلمته للمقاومة، وبالتالي الكل الفلسطيني يتوحد خلف ثوابته خلف مقاومته كي ينجز هذه المرحلة الخطيرة. غير ذلك سيكون الحديث عن صفقة القرن فقط استهلاكا إعلاميا، لأن الشعب الذي سيخضع لها لن يقبلها لأن ثقافته ثقافة مقاومة، والإقليم الآن يتعرض لأزمة دبلوماسية قد تؤدي بعراب هذه الصفقة خلف التاريخ. عبر أسكاب نظف الغربية الصحفي الفلسطيني محمد القيك، شكرا لك.